السلام عليكم. مساك الله بخير، شلونك؟ طيب، شو اخبارك؟ هلا والله، مرحبا. هلا عمي ابو علي، الا احب راسك يا عمي ابو علي حبيبي، العافيه حبيبي. عمي ابو ابراهيم بعد، هلا هلا هلا، حي الله مريضي، الله يحييك ان شاء الله. شلونك يا حبيبي؟ والله مساك الله بالخير، كيف الحال؟ شلونك؟ طيب. هلا هلا بابوي النوري، هلا حبيبي، هلا هلا والله، هلا والله، كيف الحال؟ هلا هلا حبيبي، كيف الحال؟ شلونك؟ طيب حبيبي، والله كيف الحال؟ شلونكم؟ طيبين؟ اخباركم؟ عساكم بخير. يا هلا والله ومرحبا، يا هلا والله وسهلا. والله انا احس اني مشتاق لكم، احس اني كاني شهرين ما شفتكم، من كثر الشوق ودي اقوم مره ثانيه واحب روسكم. خلنا مقتنعين اهم شيء، ترى الشوق واصل. لا خلنا لا ما قصر، لا قام حب راسهم، قام كمل طريقك، حب راسهم، قام حب. شو المعنى تحب روسهم؟ شو المعنى؟ في راسك شيء ما طحن؟ شو المعنى؟ تقوم تحب روسهم، تقوم مره ثانيه، قام حب روسهم، قام عامر. شو اللي بغيته؟ حركتك ذي اللي سويت لي، شو المعنى حبيت روسهم وانا ما حبيت راسي؟ ايش دخلك؟ شو المعنى ما حبيت راسي انا؟ ايش دخلك احب راس اللي ابي يبا؟ انت مسخن الموضوع، مسخنها. مكلمة، وكل من شفت اخوي مسكته وقعدت وياه وحركات تنفخ راس علي. لا ما انفخ راس. قصدك هل تقرب عند اخواني؟ قصدك تقرب عندهم؟ اخاف اقول لك وتزعل يا ابو دويه. ايش قصدك؟ تكلم. طفل البلاي. قصدك ايش تبي باخوي؟ ذي ايش تبي فيه بالذات؟ ذي ايش تبي فيه؟ شلون ايش تبي فيه؟ تبي تعبي دماغه وتخليه يستسخرني. ليش؟ من قايل لك الكلام ذا؟ لان انا عارفك انت عندك اساليب وعذاريب وتبي تعفساني في اقرب وقت. شاعفس فيك انت يبا، اللي رحت جبت اهلك وسكنتهم يا من صار اخوك جارنا، وحق الجار على الجار. لا شفت اخوك اطلع واسلم عليه. حق الجار على الجار، لا شفت اخوك مثلا في ريحه سمك في بيتكم طبخين سمك، اطق الباب واتغدى يمهم. حق الجار على الجار. انت قاعد تدور لك راعي يرعاك، تسوي قل اعترف دور لك راعي يرعاك. اسالك سؤال، انت الحين ليش تركت الحاسة كله وما سكنت اهلك الا جنب بيت؟ المقصد اني بسكن اهلي جنب بيتكم، قريبين عندي. ما توقعت انك بتصير بصراحة واحد ما ادري شلون. شلون؟ غثيث. افا والله غثيث. افا ايه. شو المطلوب من زين عامر؟ شو اللي تابي؟ ما تجي تتعدى بيتنا ولا شفت اخواني برا تكلمهم ولا يكلمونك؟ ما بكيفك يا حبيبي. بكيفي انا اقول لك، اسمع بكيفي. بكيفي. اقعد تغار من اخوانه. ايه طارت وشمخه. اقعد تغار من اخوانه. بس انت ابعد عنهم. بس تبي الجد؟ والله ذا اخوك، ذا شو اسمه اخوك ذا بالشعر ذا ملك خصمي. اسكت. سبحان الله يا جماعه الخير، حسيت بيني وبينه محبه كاني اعرفه من 20 سنه. كذا حسيت احساس انه ودي اكون معاه صداقه مع اخوك. كون يا صداقه. ايه خوش والله. توفقنا وياك. لو اشوفك تتعتب اعتبت بيتنا. لازم تسمع الا خليهم يتكلموا. امه اي خلهم اخر حل يسويه. خليهم يتكلموا.